أيها الكرام، أسعد الله أوقاتكم جميعا بالمحبة وبالفرح وبالأشواق الجميلة وأيضا بالأماني الطيبات. في هذا المساء نحن سنذهب إلى الشعر مرة أخرى، وفي هذا اللقاء يعني أنا سعيد بأنني أستضيف جملة من الشعراء الأجيال، يعني الذي كل واحد منهم يمثل جيل، وكل جيل يعني له صوت، وكل جيل له بيئة، وكل صوت له أيضا ثقافته، وكل صوت له هذا المنبع، وله الكتب، وله المرجعيات، وله الصداقات، وله أيضا هذه الأشياء التي يعني يخصها بالفرح، والأشياء التي يخصها بالنفور أو الابتعاد. في هذا المساء أستضيف العزيزة خلود كريمو، ولا كريمو، خلود كريمو، هذا الاسم الصعب شوية، كريمو، مش عارف إذا هو مضايفة للكرم أو شيء آخر بهذه ربما الاستزادة الموجودة، وأرجو أن يكون كذلك. أستضيفها لأن هي شاعرة تكتب يعني بعدة تقنيات، تكتب قصيدتها أو تكتب نصها الأدبي بعدة طرق بعدة تقنيات، وأيضا الأهمية ليس فقط تسليط الضوء على هذه التجربة وعلى هذه الشاعرة الحاضرة حضورا في المهرجانات والملتقيات الأدبية والأمسيات والندوات، وإنما أيضا الحاضرة في نصها والحاضرة أيضا في قولاتها وأحاديثها. أنا سعيد لأنها أيضا تمثل هذا الجيل، هذا الجيل الجديد الذي يعني للأسف أحيانا نمطره بأسئلة أو نمطره بغيبيات من الكلام لا صحة لها ولا يعني لا قناعات لها ولا يعني لا علامات لها أو تأثيرات لها في هذه الحياة. خلود الآن هي تمضي في هذا الطريق، تفتتح هذا الطريق بكتاب يصدر من اتحاد الكتاب العرب، وأود أن أقول لخلود أيضا ولمن يعني من هم في جيلها صدور كتاب عن وزارة الثقافة أو صدور كتاب عن اتحاد الكتاب العرب، هذه شهادة كبيرة، شهادة لعقول وأيضا لأصحاب مواهب كبار، لأن من يقرؤون هذه النصوص هم أصحاب تجارب قد تنوف على 50 سنة. ولذلك هذا صدور هذا الكتاب من هذه المؤسسة أو مؤسسة وزارة الثقافة هو أمر بديع جدا، وهو مباشرة يقطع المرء يعني أكثر من 50% من أجل الثقة بهذا الكتاب الصادر. أيها الأعزاء، أرجو أن تتلبثوا معنا من أجل أن نستمع للعزيزة خلود، وهي تحدثنا عن تجربتها، وتحدثنا عن مراجعها وعن أصدقائها وعن هذه ما نسميه الشغب شوي في دائرة الشعر أو في حقل الشعر، وهذه المناولات التي هي تكون عادة بسلال الغير للأسف الشديد حول الشعر وحول القصيدة بتعدديتها، سواء كانت قصيدة العمود أو البيت أو قصيدة التفعيلة أو قصيدة النثر أو هذه التي نسميها النصوص. يعني هذا نحن هدفنا دائما، أنا أقول في هذا البرنامج هدفنا هو هذا الجمال الموجود، وأرجو أن يكون هذا اللقاء مع العزيزة خلود هو يعني لقاء له علاقة بالجمال، وله علاقة أيضا باللطف، وله علاقة أيضا بهذه الثقافة التي نتمناها. أهلا وسهلا بكم، واسمحوا لي أن أرحب بالعزيزة خلود. أهلا وسهلا بك أهلا خلود. وسهلا بك، شكرا على هذه المقدمة الرائعة. تسلمي. احنا أولا يعني أنت هنا من أجل أن تمثلي نفسك، من أجل أن تتحدثي عن تجربتك، ومن أجل أن تتحدثي أيضا عن تشوفاتك، وأيضا تتحدثي عن هذه الأمنيات، ما الذي تتأملينه من الشعر، وما الذي ترضين عنه في الثقافة، وهذه السلوكيات هنا وهناك، وهذه التصرفات إلى آخر ما هنالك. ولكن في الحسبان لي ولك ومن يشاهدك الآن، أنت تمثلين هذا الجيل الشاب الذي يعني يمشي في هذا الدرب، يمشي في درب أحمد شوقي أو بدوي الجبل، أو يمشي في درب سعد يوسف، أو يمشي في درب عبد القادر الحصني، أو في درب موريس قبق، أو عبد الكريم الناعم، إلى آخر ما هنالك من هذه الأسماء الشعرية الجميلة التي ما زالت حتى هذه الساعة هي يعني جهة للحضور وجهة للقراءة. يعني أود أن نتعرف أولا على خلود والبيئة اللي أنت يعني عشتي فيها، البيت إذا كان حالة ثقافية في مكتب، يعني نتحدث شوي عن خلود لنرى هذا المسار. دمشقية المولد، نعم دمشقية المنشأ، ودمشقية الهوى.
تحتشد في داخلي حمائم الشام ومآذنها وياسمينها ونعناعها. هذه البيئة الدمشقية لابد أن تترك أثر في كل ما من بداخل هذه البذرة الإبداعية أو هذه الموهبة. أيضا البيئة يعني الأسرة، الأسرة موضوع هام جدا، هذا الدعم من قبل الوالدين، أيضا المدرسة، يعني عدة عوامل. خلود لو سمحتي لي، أنا هلا دمشق كبيرة، مدينة متربول، من وين من دمشق؟ من الشاغور. من الشاغور، أوه، يعني هذول النشامة، هاي البلاد اللي يعني فيها الشاغور والميدان، محمد الأشمر وحسن الخراط، اللي الواحد لما يعني يسمع هذه الأسماء ينحني لها من هذا المكان، وأنت تكتبين هذا الشعر. طيب خلينا البيت، يعني حسيتي أنت بالبيت، يعني في غير الكتب المدرسية كان في مكتبة كانت موجودة؟ مكتبة. أنا بعرف البيوت الشامية في مكان اسمه الكتبية، يعني بحفروه بالحيط وهو موجود. إيه موجود هذا في البيت؟ مكتبة صغيرة جدا، يعني فيها موضوعات بسيطة، ولكن المدرسة يعني هناك عالم، كنت أدخل إلى المكتبة فأجد هذا العالم المختلف تماما، يعني داخل المدرسة، داخل المدرسة في المرحلة الإعدادية. وكانت هذه الموهبة يعني هي ملكة من الله، إما أن نسقلها ونعمل عليها، يعني نشتغل عليها، وإما أن تموت بالإهمال، يعني وتتوارى وتتلاشى شيئا فشيئا. تماما. صحيح. تماما. المدرسة كانت أيضا في الشاغور، في منطقة الشاغور. لا، المولد والمنشأ يعني في الشاغور. لا مولدي حتى في الصالحية، منطقة الصالحية شهداء. ها انت بس بالاساس العائلة من الشاغور. تماما. لكن المعيشة كانت يعني في الصالحية. تماما. المدرسة قريبة كانت يعني من هذه المنطقة. المكتبة الغنية بالكتب يعني لفت نظري جبران، خليل جبران، كنت اقرا له واستعير بعض الكتب. كنت تذهبين للمكتبة؟ المكتبة في المدرسة. في المدرسة. في المدرسة. الكتب قديمة، يعني جبران، اذكر رمل وزبد، الكتاب قديم جدا. نعم طبعا. يعني النسخ قديمة جدا، ولكن أنا من أعشق رائحة الكتب. نعم. قبل أن أقرأ أشم رائحة الكتاب. نعم صحيح. فكان يستهويني الموضوع. يعني قرأت لنزار، لجبران. دراستي بالأدب العربي ساعدني جدا يعني بهذا الموضوع. ذهبتي في الجامعة إلى اللغة العربية؟ درست اللغة العربية. درست اللغة العربية. حصلت على إجازة اللغة دمشق. العربية من جامعة دمشق. نعم. يعني بحكم دراستي اللغة العربية تعرفت على الشعراء، طبقات الشعراء كلها باللغة العربية. ما بس بتتعرفي على الشعراء، راح تعرفي على كل الثقافة، راح تعرفي على عصور. تمام. على عصور بتمري على الجاهلي. تمام. وتمري على صدر الإسلام، من هم فحول الشعراء ومن دونهم. نعم. من فحول الشعراء إلى نعم. بدأنا بالشعر الجاهلي نزولا إلى العصر الحديث. خليني بس هيك أنا أقف يعني أمامك في المدرسة، خلينا نتذكر الآن بدي أروح على الجامعة بعدين. تمام. خلينا بالمدرسة، كيف حسيتي أنه أنت هيك عندك، ما بتشوفي إلا رجلك ما أخذيتك على المكتبة، ما بتشوفي إلا أنت صرتي عند أمينة المكتبة أو أمين المكتبة؟ هي كانت قريبة منا، يعني هي كانت قريبة، فأمينة المكتبة حدا لطيف جدا كانت في المدرسة. في المدرسة. إعدادي ثانوي؟ بالإعدادي وبالثانوي. نعم. كنت روح على المكتبة فأستعير الكتب، تأخذ الهوية مني. يعني كان موضوع هيك بالنسبة لي كتير سهل، يعني أني يعني أطلع وهيك وقف قدام المكتبة وانتقي، أنا انتقي يعني بنفسي. فما بالإعدادي كان في هويات؟ ما في هويات، خلاص على الثقة. بالإعدادي لا، بالثانوي كانت المرحلة الثانوية هي اللي كانت تماما. وأخذ هالكتب يعني وأقرأ، كان الأجنحة المتكسرة. يعني بلشت بجبران تقريبا، قرأت. حبيتي الجبران جدا. لماذا؟ عنده هاي الحكمة، يعني أنا بالنسبة لي كان مصدر حكمة، أخذت من أفكاره كتير، تشربت باللاوعي يعني. بعدين قرأت لنزار كمان، تشربت هذا العشق للشام. العشق، العشق عموما، المرأة الشامية للأزهار، للكلام الشامي، للبيوت الشامية، للشرفات، دمشق. للحمام دمشقي، للمساجد، للكنائس. تمام. يعني تمام. نزار بيعطيك فرشة كبيرة هائلة. تمام. عن هذه البلاد وجمالها. صحيح. لدرجة أنه يعني صاغ قصائده من الأشياء التي يعني قد لا تلفت انتباه أي شاعر في العالم، ولذلك لكن هذا الحب، هذا العشق. طيب يعني بهالمدرسة هاي في حدا هيك أساتذة احتكيتي فيهم عندهم كتابات لهم علاقة بالكتابة؟ كان في مدرسة عنا يعني كنيتا نحاس، ما بتذكر اسمها. نحاس. بس كانت هي عائلة شامية. كانت هي اللي موجهة لي، يعني أنا تفاجأت إنه أنا بكتب حلو. من يعني وقتها كان في مواضيع تعبير ومن هذه القصص. فكتبت موضوع
وما توقعت اي رده فعل. قلت انه انا حاكتب هذا الموضوع. تفاجات انه هي جايبه الكادر تبع المدرسه وقايله انه لا عندها شيء حلو كثير واعطتني العلامه التامه، وهي حدا كانت مخضرمه. فنحن ناخذ هيك شهاده من هيك مدرسه، كان كثير عظيم هذا الموضوع امام الاخرين لما يصير في شهاده استاذ. كانت هي اول لفته لي بصراحه. اول لفته. طيب خليني هيك نروح بالاخير، بالمناسبه ضيعتي شي كتب؟ خبيتي شي كتب ما رجعتيهن للمكتبه لا المدرسه؟ ابدا تميتي تمام يعني مع لانه بتصير معي المكتبة. يعني بغير كتب فما بيرجعوا لي فعندي هاي لا نحن كان انا جيلي كنا نغلس عليه الكتاب بنحبه، نغلس عليه شوي لنشوف حالنا انه نسينا ولا ما نسينا ونرجع نقراه مره ثانيه. لكن بيكون الاستاذ انا لانه مدارس الكوريه نحن كنا يعني يكون الاستاذ نشف دمه وهو يسال انه الكتاب وين راح مشينا وكذا. هذا علما بالاخير درينا نحن سواء في وزاره الثقافه او في غير امكنه انه كان في نسخ احتياطيه، يعني بيقولوا في نسخ 5% مثلا راح تكون تالفه، كتاب ما رجع، كتاب تشلخ، كتاب وقع بالمي، كتاب الى اخره. يا ريت كنت انا اعرفها هي من زمان، كان الواحد ساوى مكتبه من الاساس بيخبي الكتب بيخليها فيها. طيب رحنا على الجامعه، احتكاكات الجامعه حسيتي الدائره صارت اوسع شوي؟ صارت اوسع. انا كنت حدا يعني ما كثير اجتماعي جدا يعني كان حولي بعض الأصدقاء والصديقات. يعني ما كنت حتى ما كانوا يعرفوا كثير عني. يعرفوا أني أنا بكتب شعر، أنا بحب الشعر. كنت أكتب كتابات بسيطة وأنا من النوع اللي ما عندي هاي الجرأة أني أطلع وأقول أنا بكتب يعني. طيب هذول البنات يعني صديقاتك سواء في السنة الدراسية اللي أنت معها أو سابقة قبل أو طالعة بعد مرة واحدة عملتها يعني مرة واحدة قلت لصديقة من صديقاتي أني أنا كتبت شيء يعني وطلع موزون وحلو. وبعدها يعني صرت أكتب وأترك يعني هذا الموضوع. حتى لاقي بالجامعة كتير طلاب يطلعوا على المنابر. يعني أنا كان طلع هيك أنه أنا ما عندي هاي الجرأة أبدا. ضليت لبعد ما تخرجت بفترة منيحة يعني لحتى تعرفت على يعني عن طريق الفيسبوك. صارت القصة يعني تعرفت على شعراء وسائل التواصل. عن طريق يعني بعض الأساتذة اللي شعراء صاروا يقولوا انه ليه انت ما بتحضري ملتقيات شعريه. بلشت يعني واظبت على حضور الملتقيات الشعريه. كان الحاضنه الاولى المؤسسه الاولى فرع دمشق واتحاد فلسطين يعني كانوا الاثنين الدكتور ابراهيم زعرور تمام الان كان الدكتور محمد الحوراني هو الداعم للشباب ومحتضن الشباب بقوه كان يعني. فأتيح لي الوقوف على المنبر كان شغلة عظيمة بالنسبة لي جدا. أول مرة في اتحاد كتاب فرع دمشق؟ بفرع دمشق باتحاد كتاب. مو أول مرة كانت باتحاد كتاب فلسطين؟ هلا بفلسطين كنا نقرأ نحن وقاعدين شوف شعراء كتير كبار واقفين على هذا المنبر كمان. نقول أنه أنا لا بعيدة لسه بعيدة. كان لحتى ما لحد ما قرأ لي استاذنا الشاعر الفلسطيني الراحل يرحل من يومين الاستاذ محمود حامد. هو كان المشجع لي بقوه بصراحه. يعني قال له انا لسه ما قال لي لا انت ماشي صح. يعني انا قال له لسه بدي وقت. كان قال لي لا اللي بتكتبيه كثير جميل. جبت كل قصائدي دقق لي اياهم وعملت الديوان الاول اللي طبع بيدي تماما. هو كان هذا الديوان الاول هو مشجع عشق واغلب القصائد فيه هي قصيده البيت يعني قصيده صدر وعجز واغلب هذه القصائد. ولكن في قصائد ايضا تفعيله داخل هذا الديوان. الغلاف هنا ايضا لخلود لانه خلود ايضا رسامه. هذا المطبوع السنه الماضيه، قبله ما كان في شيء مطبوع؟ لا هو طول لانطبع يعني. انا قدمته فطول شوي بسبب ظروف الطباعه ظروف اللي احنا فيها بالبلد ظروف الوراق وبروف. تماما فانطبع بآذار 2023 يعني صار له تقريبا هلا سنه وشويه تقريبا راح يروح على السنه ونص او سنه وستين تقريبا. طيب هلا شعورك انت وعم يصدر هو من اتحاد الكتاب العرب صحيح طول؟ شعرت بالفخر. يعني اول ما قالوا لي انه تم الموافقه على الديوان انا شعرت اني اطير. يعني كان في تشجيع مثل ما قلنا. كان الاستاذ محمود حامد يقول لي لا شيء كثير جيد. انت شاعره يعني قال لي اياها هي الكلمه. فانا اقول انه يعني من باب التشجيع. بس لما توافق عليه شعرت اني انا اقوى. يعني نحن دائما بحاجه لمن يدعم هذا الاحساس اللي بداخلنا. نحن ما بنقدر نقول عن حالنا نحن شعراء نحن كتاب نحن صحيح لازم لا نحن حتى لو ختيرنا هيك زيي انا هلا هيك كلياتنا نحن اطفال بحاجه الى تربيه كتف. نحن دائما كل الانسان حتى الواحد في اواخر عمره هو بحاجه الى كلمه جميله. الكلمه الجميله هي اللي بتبني طبعا. الكلمه السيئه للاسف هي بتخرب بتدمر. طيب بدي اسالك انا سؤال هيك شويه خاص. أنا عندي سوسة
لما يتوافق على كتاب إلي سواء في الداخل سوريا أو خارج سوريا دائما أسأل من قرأ هذا الكتاب. عندك هاي السوسة كانت تعرفي أنت مين قرأ لك الكتاب؟ حاولت وخبروكي بالأخير بعد ما خلص كل شيء يعني سألت أنا قالوا لي أنه في حد في واحد يعني قال لي أنه أنا قرأت الكتاب يعني أنا كنت قارئ لكتابك بس بعد شو يعني بعد بالأخير طبعا هو بالأخير لأنه ما بنقدر نحن نعرف قبل وحتى لو حاولنا ما بنقدر نعرف طبعاً. وقالوا لي في ناس قالوا لي لا طلع للمحافظات يعني ممكن يكونوا بعتينه لمحافظة ثانية صح؟ أكيد طبعاً. فأنا ما قدرت يعني أعرف بالأخير بس في واحد يعني قال لي زكالي اللي أنا كنت من القراء لأنا. يعني اللي هن في أعضاء المكتب التنفيذي عندما يقرأوا القراءة يقرأوا القراءة الأخيرة قد يكون مختلف قارئين عليه أو متفقين عليه تمام. لكن يأتي عضو المكتب التنفيذي فيأخذ الكتاب على عاتقه ويقول أنا قرأت هذا الكتاب وأنا أتبناه. بدي أروح هيك شوية لهذه الاستفادات اللي بتستفيدها خلود من هذه الندوات من هذه الأمسيات من هذا الحضور. يعني كلياتنا نحن إذا رحنا لأي مجلس كان يعني نطلع في أمرين دائما، يا أمر بنقول إيه والله استفدت من هذا المجلس أو أني أنا ما استفدت أو أنه أحيانا يعني كفة ترجح على كفة يكون في هيك وفي هيك لكن في كفة هيك. بتكون هذه كيف أنت عم أنت كشاعر الآن كيف عم تستفيدي من هذه الملتقيات يعني هلا الشاعر لازم يكون وأنت عم تسمعي أو أنت عم تشارك طبعا في الحوار. الشاعر لازم يكون على اطلاع بمن سبق وبالمعاصرين له يعني نعم هذا وإلا ما بيستوي الأمر بالنسبة له كشاعر نعم. أكيد بكل ملتقى في الجيد نعم. في الشيء اللي ما نحن ما بنرضى عنه من دائما في أحيانا بتكون باقة جميلة جدا أحيانا بتكون باقة يعني متنوعة أكيد بستفيد من الشيء الجيد النقد لهم مثل لي تماما يعني بنقدهم بنقد ذاتي فيهم بحاول إني طور بحاول لما أشوف شيء أفضل إني أنا ارتقي للأفضل دائما يعني بحاول إني أنا فينا نسمع شيء من هيك حضرته إذا سمحتي. عناق يديك تصافحني فيشتعل الحريق فلا تترك يدي إني غريق يعز علي أن تمضي وقلبي على بعد الخطى منه يضيق عناق يديك يذكي الجمر حتى بصدري كاد يختنق الشهيق. جميل. طيب يعني هذا هو الديوان يعني أحيانا ممكن يعني أحد يأخذ علينا ملاحظة بأنه هو في غزل وغزل أحيانا بيصل إلى يعني جوانب لها علاقة ما نسميه بين قوسين بالحسية ولكن هذا أمر يعني أنا برأيي مهم وهو في حالة من التعبيرية هو حالة من الوجد يعني كما نمضي بهذا بدايات هذا الغزل الذي هو يكون على شيء حسي كشخص أمامنا ولكن سنذهب إلى الغزل التي له علاقة بالتصوف مثلا هذا الجميل التصوف المعاني التصوف بهذه الأشياء أبتعد عن الحالة الذهنية أبتعد عن التجريد البارد نعم أحاول هذه المشاعر الحسية يعني أن أكون قريبة من يعني هذول جماعة التصوف كل هذا يتفقون معك في أن يكتبون كما تكتبين ولكن عملية التوليفة عملية الرؤية عملية التأملية تذهب إلى المعاني الأبعد من الحسية يعني نحن كلياتنا في هذا الاتجاه وكلات ونطرب أحيانا للكلمة الجميلة يعني استاذنا نحن وحبيبنا نزار قباني لما كتب هو كتب في اشياء كثيره تمام. من الحسيه ولكن كان الانتقاد الموجه اليه بشكل اساسي نحن نتحدث عن الاربعينات والخمسينات والستينات كان النقد الاساسي موجه اليه الى هذه الحسيه خلينا نقول بين قوسين لانهم يتخوفون ايضا على الاسر وتخوفون على العائله وتخوفون الى اخر ما هناك لكن احنا اليوم في دارة علم ودارة ثقافه ودارة يعني خلينا نسميه صارت المساحة والفضاء للحرية أوسع وعملية الفهم صارت أوسع وعملية طبعا. الوعي صارت هي أوسع ليس كل ما يقال بهذا الجانب الحسي هو شيء يعني له علاقة بالممنوعات إلى آخره طيب هلأ الآن نحن هذا الديوان الأول هل أنت ماشية في هذا الجانب اللي في هذه التعبيرية حول الغزل حول الآخر حول هذه المعاني حول هذه خلينا نسميها الشعور الخاص بالإنسان أو الأنا الأعلى بشكل عام يعني تمضين في هذا الدرب في هذه الكتابة وإن كنت لا يعني الإجابة كانت لا ما الذي تكتبينه الآن يعني بدأت بكتابة الغزل
بعدين يعني هذا الديوان غزلي بامتياز. انتقلت لبعد الأحداث اللي صارت الحرب على سواء بالمنطقة عموما. هذا مكتوب سواء قبل 10 سنوات هذا الغزل؟ في أشياء مكتوبة حديثا ويعني متنوعة. في 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 شيء كاتبته من وقت كنت بالجامعة. يعني قبل 10 سنوات تماماً. تمام. بدأت بالغزل بعدين انتقلت للحس الوطني المواضيع الوطنية والسياسية. كتبت عن غزة عن الآلام اللي عشناها. كتبت عن غزة؟ كتبت عن غزة. في حواليك قصيدة؟ سمعين سمعين إذا سمحت. ملحمة النصر وإن شاء الله النصر يكون قريب إن شاء الله يا رب. ما للقصيد أبى يبثك مطلع ذبل الحصيد وخاب من قد أينعه. مات الوليد وأي نفع حينما نأتي له بعد الممات بمرضعة. كم بات من فرعون يزعم أنه رب وكم منا كهامان معه. ما كان من فرعون في أزماننا لو أن منا من يثور ليمنعه. ما زال في طغيانه متماديا لم يلق ردا قادرا أن يردعه. أمدد لمن يأتي الإساءة إصبعا فلئن عتى أمدد إليه الأربعة. أتجيب بالتنديد تلك جريمة حين المواقف تقتضي أن تصفع. الصامتون برغم ما يجري هنا للحق ثأر خاب من قد ضيعه. في القلب جرح يوسفي إنما الذئب حقا راح ينهش أضلعه. ودماؤه شال تعلق بالحشا يأبى الأسى من لحمنا أن ينزعه. حتى إذا ما الريح تعبر جرحنا من فوقنا كالميت أرخى أذرعه. شق الفؤاد صراخ طفل واجف حتى بدت أحشاؤنا المتقطعة. الجوع إذ يصطك في أجسادهم والنار في أكبادنا المتلوعة. يأبى الأسى من صدرنا أن ينجلي ولنا قلوب بالشجون مرقعة. أبناء غزة بالكفاح تزنروا لصمودهم هذا رفعنا القبعة. إن الحجارة كالرصاص أزيزها في صدره طوبى لطفل ركعه. شعب الخيام خيولهم حين الوغى من تحتها هام العدا متوضعة. شعب الظلام حبالهم وعصيهم تبدو كأشساع النعال مقطعة. يا أيها الباغي ألا أنصت فقد آن الأوان لصوتنا أن نرفعه. هو قدسنا مسر الرسول وعزنا لن تنحني هاماتنا وتشيعه. هذه البلاد بلادنا تبقى لنا ولك المقابر حيث تمضي مشرعة. فتح تأتى رغم أنف المعتدي فالبغي ذا أبوابه متصدعة. يا قدس هبي إن موعد نصرنا آت وفجرا سوف نشهد مطلع. جميل إن شاء الله يا رب إن شاء الله. أنا حذفت بعض الأبيات هي طويلة جدا يعني نحن منتصرين منتصرين يعني إن شاء الله طبعا. هو الصمود نصر يعني يبقى لهذا الشعب خلال سنة كاملة يتحمل كل هذه الرزايا. صحيح. ويتحمل كل هذه الأوجاع وهذه الجراح التي أصبحت ندوبا وفوقها ندوب. يعني هذا جميل. شكرا لك يا خلول على هذه القصيدة. طيب بدي أروح شوي إذا سمحتي لنا احنا شوي يعني الشعر أنت شغلك لكن هناك في شغول آخر يشغلك وهو أنه أنت أيضا عندك موهبة الرسم عندك موهبة الفن. بدي أسألك بس هيك سؤال ابتدائي ما دمتي أنت بتحبي الفن وبتحبي الرسم والألوان وهذا بدي أسألك أول شيء سؤال هيك مباشر ليش ما رحتي لما رحتي على الجامعة ليش ما رحتي إلى كلية الفنون الجميلة أم أنك قدمتي وكان هناك في فحوص ابتدائية بتكون عادة يقبل أو لا يقبل يعني الواحد في هذه الكلية أم يعني في سبب آخر أنك ما ذهبتي إلى الفنون؟ هلأ كان شغفي اللي طاغي بهذيك الفترة اللغة العربية. كنت جدا عندي هذا الشغف أنه بدي أدرس اللغة العربية. الفن كان بالنسبة لي هي موهبة فقط. بعدين بعد ما تخرجت من الجامعة بلشت أنه هذا أنه أنا لازم أشتغل على هاي الموهبة. يعني إذا ما اشتغلنا عليها مثل ما قلت
انه هي حتموت يعني هي حتنتهى. فحاولت اني اشتغل وانا في بعائلتي فنان يعني فهذا الشيء بيحمس المبدع يعني انه يشتغل على حاله. مين هو الفنان؟ عمي هو مهندس ديكور ممتاز كريم، هو خريج كلية فنون جميلة تماما. نعم بالاجداد في يعني في كذا حدا بالعائلة. فيعني حبيت اني اكمل بهذا الموضوع، قلت اذا بقدر اني انا امشي خطين متوازيين ليش لا يعني. وكملت درست الفن التشكيلي بمعاهد طبعا خاصة ادهم اسماعيل مثلا او غيره. ادهم اسماعيل وما كملت فيه، وفي معهد الثقافة الشعبية كان عندي اساتذة داعمين كمان يعني انا من فضل الله علي انه بيكون دائما عندي هدول الاساتذه اللي هن لا غرض لهم الا المنفعه فقط. يعني انه يفيدوا هذا يساعدوك يعني اي بيوجهوك جدا بيوجه جدا هذا التوجيه. مين بالفن التشكيلي يعني؟ هلا الله يرحمه محمود حامد قلت لي انه كان هو يعني شبه راعي لقصيدتك. لوحتك او رسمتك او شغلك حتى لو كان برصاص او فحم او الوان بعدين او زيتي يعني مين كان من الفنانين؟ هلا هن كتار بصراحه كتار. بدايه كان في الفنان والناقد اديب مخزوم يعني هو رؤيته كانت كثير مهمه عنده رؤيه يعني صحيحه مثل ما بيقولوا وقادر انه يوجه. اديب مخزوم في ميزه انه يعني بحب الاخرين وبحب هيك يساوي جمهوريه للفن يعني هذا شيء مهم جدا وداعم وبعدين بيساعد بياخذ بايدي الاخرين وهذا مهم جدا في الحياه جدا. لانه للاسف احيانا في نرجسيات بتقعد الناس لا هو بيجمع الناس. نعم صحيح نعم. كان في كذا استاذ بشير بشير كان من الاساتذه اللي كمان علموني. بس الموهبه مثل ما قلنا اذا ما في موهبه ما في يعني صحيح ما في اي تطور ما في اي تطور. لا صح في اطلاع على كمان هلا بالسوشيال ميديا في اطلاع على فنانين كتار طبعاً كمان في تواصل طبعاً كان طبعاً في رؤيه كثير فنانين كان نحن نتعلم منهم. هلا بتشوفي فيديوهات كثيره موجوده هو الفنان هو عم يرسم يعني هلا بتشوفي مثلا استاذنا الحبيب فاتح المدرس مثلا هو عم يشتغل فيه كثير اكثر من هي التقنيات اللي احنا عم نتشربها هو عم يشتغل فيها واحيانا هم عم يمزجوا الالوان او حديث عن الالوان انه هذا اللون هو هيك لا راح احط له هيك لحتى يصير هيك يعني في اشياء كثيره حتى التوجيه غير هذه الفيديوهات اللي هي تعليمية خلينا نسميها تمام. حتى التوجيه مهم كثير يعني مو بس انا كيف انا امسك الريشة ولا كيف احط اللون يعني شو وين روح انا يعني كان صح. لازم يكون عندي هاي البصمة وأنا اشتغلت كتير على هذا الموضوع أني أفكر كيف بدي حقق هاي البصمة يعني كيف بدي أوصل لشيء أنا خاص فيني خلود خاص بخلود يعني. نعم صحيح. أنجزتي لوحات خلود؟ أنجزت لوحات، عملت معارض، نظمت معارض كان آخرهم معرض بأبو رمانة معرض خاص فيكي ولا خاص فيني يعني اشتغلت على الموضوع بس لهلأ ما كمل بصراحة ما كمل للأمانة بس مع آخرين يعني هلأ مثل المعرض الأخير كان مع مجموعة فنانين بس كنا يعني عدد قليل خمس فنانين فعندي 10 لوحات كان بالمعرض يعني يعتبر جيد كان ناجح المعرض كمان. وشو الموضوعات اللي بترسمي فيها؟ هلا انا بلشت بورتري هلا عندي هنا هذا اول شيء واقعي بورتري هذا ايه هذا يعني ايه. هذا ايه هلا هي تعبيري اول شيء بلشت واقعي انقل لوحات من فنانين عالميين انه كيف هي اللوحه انقلها بعدين وقت اجى التوجيه من قبل الاساتذه انه لا نحن نعمل شيء خاص فينا انتقلت لهي المرحله التعبيريه بعد ما طلعت على المدارس و بلشت بالبورتريهات كان في احد الفنانين كمان وجهني انه انت بالوجوه عندك شيء خاص اشتغلي على هذا الموضوع خط جميل بالرسم الوجه بالوجوه كملت اول شيء كانت اللوحه عباره عن بورتري كبير حجم العيون الواسعه اللي حط فيها كل المشاعر تقريبا بعدين دول العراقيه بيقولوا تعابير جميله هيك بالشعر يقول وجه كله عيون لانه العيون هي المهمه بالوجه هي مراه الروح يعني انا من الاشخاص اللي كثير بركز على العين بقرا الشخص من خلال العين اشتغلت على هذا الموضوع بعدين حاولت اطور فصار الوجوه متداخله اكثر انتقلت لمرحله انه انا بدي اشتغل شيء اعمق يعني هدول حلوين فيهم بصمة خاصة بدنا شيء أعمق بدنا نقدم على الاتحاد لنصير أصلاء ففي مرحلة لازم الواحد يتخطاها فاشتغلت على شيء تجربة جديدة هي يعني كمان وجه بس بداخله مجموعة أشخاص يعني أنا رأس مثلا بداخله مجموعة وجوه مجموعة أشخاص هدول زي هاي الحالة التعبيرية هون أعمق بهيك تمام فيها روح فلسفية فينا نعتبر إنه هدول الأشخاص اللي هن شكلوك كأنت من الأسرة الأصدقاء اللي حبيناهم بحياتنا اللي أذونا حتى فهدول موجودين بداخل كل جسد من
أو داخل كل وجه. طيب بدي أنا أسألك سؤال مش عارف إن شاء الله تروحي له لهذا الجو يعني. هلا كل الفنانين اللي إجوا على دمشق وسكنوا في دمشق وأحبوها، كل أولاد دمشق من قصيباتي رشاد قصيباتي إلى غيره، هذولا يعني ما خلوا شغلة إلا رسموها داخل مثل خلينا نسمي الحارة الشامية أو البيت الشامي أو الصينية اللي فيها الفواكه اللي بيقدموها الشوام، أو البحرة وفنجان القهوة عليها، أو الأراجيل الموجودة، أو الزوايا، أو عملية الخشب القديم تبع السقوف تبع البيوت الدمشقية، أو هذه يعني خلينا نسميها الأعشاش، أعشاش الحمام، وهي الخشبيات اللي حواليها هيك اللي هي فيها أشبه بالمنخل الحديدي لكن هي كلها من خشب، يعني ما لفتت انتباهك هيك أنه طبعاً. أنت ممكن ترسميها؟ طبعا هلا هي بس حين. المرحلة البداية يعني هي مرحلة الواقعية اللي أنا بشوف شيء مثل ما هو جميل بنقله على الورقة. هلا أنا كان حلو كان يستهويني هذا الموضوع أي شيء أنا أحبه، حتى أشخاص بورتريهات لأشخاص يعني حطوا على اللوحة. بعدين انه انا لازم اشتغل على شيء مثل ما قلنا اعمق، شيء خاص فيني. فلما بدي اشتغل على شيء خاص فيني لازم ابتعد عن الواقعيه البحته جدا يعني. اتجهت لشيء انا يعني مثل ما قلت انه انا هذا بيجذبني بيتعاون، يمكن الاشخاص هن او اللوحه هي بالنسبه لي هي قصيده بس مكوناتها مختلفه، ريشه الالوان. طيب بدي اسالك شوي عن فنانين انا يعني شوام كانوا هنا واشتغلهم شغل كتير حلو عن الحارة الشامية خلينا نسميها أو البيوت الشامية. هلأ شوي بس بدي أسألك سؤال أول، يعني هلأ كتابة الشعر فن طبعا، ورسم اللوحة فن تماما بكل معانيها يعني كاللوحة والقصيدة أيضا بكل أسئلتها خلينا نسميها. شفتي في علاقة في صداقة ما بين النصين جدا. الرسم وال طبعا علاقة والقصيدة. يعني هي المسافة بينهم قريبة جدا. اللوحة هي قصيدة مكوناتها مختلفة عن عن القصيدة، هي الألوان والريشة فقط، هذا يعني بالنسبة لي. أما الأحاسيس اللي بتنبع من داخلي، الصورة لما بتتكون بذهني يا بمسك القلم وبكتب يا أما بتكون بتاخذني لمنحة تانية اللي هي الصورة القوية جدا اللي هي لوحة يعني للرسم. للرسم تماما. طيب شفتي انت يعني اكتشفتي مثلا الصعوبات هون في هالنص اللي بتكتبيه شعريا، ولا الصعوبات اللي انت بدك تجسديها في لوحه؟ يعني في صعوبات هون اقل من الصعوبات اللي هون، ولا هون في سهوله هون سهوله، والاثنين بيحتاجوا الى شغف، يحتاجوا الى حب، يحتاجوا الى هيك خلينا نسميه مزاج رايق ان الواحد يروح للوحه او للقصيده؟ اثنيناتهم فيهم هاي المتعه. إذا أنت بتحب شيء فهي متعة بالنسبة لي. لما كن أشعر يعني بحس بألم شديد بكتب. لما كن بمزاج جيد بحب أرسم. يعني ما بعرف شو هي العلاقة أو شو هو الشيء اللي لازم يعني اتبعه، بس للعموم هيك لاحظت أنه أنا لما كن حزينة بمسك القلم أكثر. طيب بدي أسأل كمان سؤال إذا سمحتي لي قبل ما نروح لعند الرسامين الشوام. هلا في ناس مثلا بيحط عنوان بباله هيك انه يساوي معرض خاص فيه تمام، لوحاته كلياتها بتكون مثلا على سبيل المثال من وحي ألف ليلة وليلة طبعا. او ممكن تكون لوحاته كلياتها من ملحمة قلقامش، او يعني رسوماته كلياتها مثلا من دينكي شوت كلياتها بهذا الجو، بياخذ حالات هيك سواء صور بورتري احيانا او شيء تعبيري اخر للمعنى طبعا. معنى الفروسية أو الرمح أو إلى آخره يعني كلياتها، أو للنساء في ألف ليلة وليلة، أو البيوت أو القصة أو الحكواتي أو الكراسي أو المجتمع ألف ليلة وليلة السميع يعني اللي بيسمعه طبعا. عندك هل هيك عم تفكري بهيك شغلة ممكن تساوي في يوم من الأيام مرض وتحطي له عنوان بيكون بهذا الجو أو الحرب اللي هلأ أنا الجو اللي برسم فيه يعني أنا بمسك الريشة بيكون في صورة بذهني بس بكتير من الأحيان أنه أنا ما بكفي بهي الفكرة يعني أحيانا بكون في صورة بذهني وقوية جدا أنا عم برسم بروح لشيء تاني يعني هاي الفنانين بيعرفوها تماما هذا بالكتابة هيك وبالكتابة تماما يعني هي بالفن إحنا حاضرة عنا كتير يعني أنا أحيانا بكون حاطة شيء سكتش صغير على ورقة بقول إنه أنا هذا بدي أرسمه يعني بروح بلاقي حالي عم بروح لمكان تاني يعني عشان هيك أنا صعب بالنسبة لي أطر حالي يعني بحب تكون هي الحريه المطلقه جدا. سامحيني بس بدي اشرح انا فكرتي اكثر لانه كثير حضورك هلا مهم الواحد يحكي طبعا. امامه يعني انا اصدقائي يعني كتار بالادب ولكن اصدقائي الاكثر انه بالفنون بالفنون سينما طبعا. ومسرح وغناء لما تقراي للموضوع كثير كثير كثير
يعني لما تقرأي أنت أساطير كتير مثلا على سبيل المثال، راح هذا ياخذك ويسهل لك مهمة أنه أنت تساوي معرض في هاي الرموز وهي العلاقات الموجودة داخل الرسم صح. يعني أو داخل اللوحات اللي بدك تشتغل عليها صح. ولذلك هذا ممكن كلياته مع بعضه بيكمل لك هو معرض بتساوي أنت في 20 لوحة 25 لوحة مثلا طبعا. إذا بنساوي معرض أو 20 لوحة بيكفي كتير، يعني حتى كمان طبعا. 20 لوحة الواحد إذا أحجام كبيرة أي ومليان سؤال وكذا، هذا يعني هذا بيكفي. يعني أنا أعطيك أمثلة مثلا طبعا. الشباب الفلسطينية مثلا كتير ذهبهم وقرأوا كتير عن الزيتون وشجر الزيتون حتى عرفهم يرسموا لهم كم لوحة مثل العالم طبعا. لوحة بتعبر إنه بس تشوفيها بتقولي فلسطين يعني هيك أي طبعا. أو في حدا حب الطبرية كتير، حب القصب اللي هناك، السعد، الحلفة، البربيل، البربير، الزل، هاي كلياتها يعني نباتات بتعيش حواليها البحيرة الطبرية، هاي كلياتها قرأوا كتير لحتى عرفهم يرسمون نساء على الأقل طوال يعني بهذا المناخ في هذا الجو، ألف ليلة وليلة نفس الشيء هذا. فيا ترى أنت عندك هذا يعني هذه يعني كلام هو للفنانين هذا أنا طبعا. بحكي بدك تقرأ كتير عن هاي الحالة لحتى تساوي لوحة بطريقة أخرى، بدك تشوف كتير من اللي كانوا سابقينك كمان في هذا المجال طبعا. لحتى تساوي هلا الثقافة بتلعب دور، يعني ثقافتي لما أوجهها لشيء محدد، لما أحمل رسالة قضية، هدول الفنانين معظمهم عندهم هاي القضية، فقضيتهم يعني حتى لو كنت فنان أنا شو ما كنت كاتب فأنا موجه حالي لهي القضية لخدمة هاي القضية نعم تماما نعم. يعني نعم. انا لما احط شيء بذهني حينعكس، يعني انا روحي كلها لما انا ما برسم بايدي برسم بروحي فتماما يعني كلامك صحيح تماما فاجباري هيك. شوفي هلا انا شخصيا كنت متمني، لكن انا تربيت مخيم، كنت متمني، والمخيم ليس قريه وليس مدينه تماما، كان مكاني اخر تماما. كنت بتمنى انه انا يعني اروح على الرسم، كان هيك كلياتي ككيان وهذا انه رايح انه بدنا نرسم، لكن هذا بالمخيم ما بشجع، يعني البيئه ما بتشجعك، يعني بدنا رياضيات وبدنا عربي وبدنا نصير فيزياء وكيمياء وبدنا نصير يعني بمجال اخر. انا حبيت كثير من الفنانين الدمشقيين، يعني مثلا محمود ممدوح قشلان مثلا على سبيل المثال، اذا انتبهتي له هو رسم النساء اللي هن بالريف بأريافنا يعني في ضواحي دمشق مثلا اللي بيلبسن هذا الملفع او شو ما بعرف شو بتسموه الاسوان، لا لا هيك ملفع يعني مثل ملف هيك بالضبط حاله فيه، اللي هو كان خطوط كلياته عباره عن خطوط مثل البيجامات اللي كانت ايام زمان الخطوط تبعها، لكن كان هو هذا على ابيض واسود احيانا، واحيانا اذا كان ملون كان في لونين يعني بيكون في يعني ابيض مع هيك برتقالي يمكن كان منه هاي، فرسم كثير هذول قبل ما تنقرض، لانه الان انت اذا بتروحي حتى على الضياع صعب تشوفي نسوان بهالطريقه هاي، وقدم لنا اياهم بهاي الوجوه الجميله وهذه القامات الجميله، فاشتغل عليهم كثير، ولكن قدمهم ضمن الرؤيه الفنيه، يعني انت راح تشوفي ايديهم مش ايدين طبيعيات تمام. وما بتروحي تشوفي رجليهم رجلين طبيعيات او اي يعني مش واقعي، بس رؤيته الخاصه التعبيريه الخاصه اللي كانت عنده تمام. الفنان الاخر اللي هو دخل كثير هيك على الحاره الدمشقيه ولهذا، او خلينا نسميه الطبيعه الصامته اللي هي داخل خصوصيات البيت، هو رشاد قصيباتي اللي هو رسم المزهرية الشامية والصحون والمكتبية والحيطان والبعض الأشياء الأخرى، وكان رسام واقعي جدا جدا لدرجة بتحسي أنت يعني عنقود العنب مثلا أو حبة الإجاز كأنه شيء حقيقي، لأنه الضوء معطي هيك حالة غير عادية. أيضا لما رسم حبيبنا فاتح المدرس، صحيح هو مو شامي، لما رسم هاي الطبيعة اللي لها علاقة بضيعته بنواحي حلب، المناطق هاي اللي كانت فيها هاي، بتحسي هاي التعبيرية كلها اختلفت، لكن هو جسد طبيعة وبيئة موجودة. عندك هذا الشغف هيك ممكن أنت تساوي شيء وممكن ينافس هذا الفن اللي بتشتغلي عليه أنت، بينافس قصيدتك هلا هلا بعتبر انه اللي انا عم بشتغله كثير قريب من القصيده تبعي، يعني هلا الاجواء هي الجميله جدا انا بلشت فيها، الطبيعه كله اللي عم تحكي عليه، بس ما قدرت اني اعمل بصمه بهدول المناحي او بالحاره الشاميه. لسه بكير، انت شابه لسه بكير، فانا اتجهت لشيء يمكن بالنسبه لي هذا الشيء يكون اقرب يعني أقرب للشعر، يعني قراءة الوجوه، قراءة الإنسان قريبة من القصيدة اللي بكتبها أنا، يعني بكتب عن حالة عميقة بالشعور الإنساني يعني بوجداننا، فبلاقي الوجوه بلاقي الأشخاص اللي أنا برسمهم هدول قريبين جدا من أنا اللي المنحة اللي أنا بس هي مرحلة أنت سرعان بكرة ما تتركيها هاي المرحلة ممكن. خلص يعني ممكن. هذا بيتم هاي تمارين أولى بعملية ممكن. الرسم يعني بتتذكر إن إحنا بالمدارس كانوا في تطور دائم أكيد الفنان كان اللي بيدرسنا الرسم ما
مثلا احيانا علمنا على السرقة هذا الفنان، كنا نسرق الصابونة من البيت يمكن ما في غيرها بيكون، ونجيبها من شان نساوي فيها وجه أو نساوي فيها تشكيل معين بالمدرسة. طيب بدي أنا أسألك سؤال هيك على السريع، بدي أختم بشيء من كتابتك الشعرية. بتحسي في منافسة بيناتهم، اللوحة والألوان والكتل اللي فيها مع القصيدة مثلا والمعاني والأسطر اللي فيها، في منافسة بيناتهم ولا في تآخي؟ هلا في تحدي بداخلي اني انا احاول وازن بيناتهم، هذا التحدي انا بشعر فيه، انه بحس انه كانه عندي ولدين ولازم هدول الاثنين انا اعطيهم حقهم من الرعاية من الاهتمام، فنفس الشيء بحاول اني انا ما اروح للأقصى بالقصيدة وما أروح للأقصى بالفن التشكيلي، بحاول إني أحقق هذا التوازن بحيث إني أنا أرضى عني كهون وهون، يعني ما أخسر اسم، ما أخسر فنانة وما أخسر شاعرة. يعني إن شاء الله نحن نربحك في الجهتين، نربحك في الفن واللوحة والألوان وهذا أمر له علاقة بالسمو، ونربحك أيضا في القصيدة وهذا أيضا له علاقة بالسمو. طيب خلود، إحنا نختم هيك بقصيدة بتحبي من الديوان أو بقصيدة أنت حابة تقرأيها. يعني رائحة النوى تأتي تعانقني عناق مودع، فأشم رائحة النوى إذ تقبل أمسك وعودك، قد سئمت وساءني أني أراك تقول ما لا تفعل، كلفا بأمطار الغواية جئتني وبها جناحي مزدنوت مبلل، حرر يدي حرر يدي، ففي العناق هزيمتي أضحت ورودي حين تسقى تذبل، كم من يد من قبل مدت نحونا فإذا بنا ننوي العناق فنقتل. أنا سعدت بهذا اللقاء خلود، وأرجو لك التوفيق، وأنت يعني ماشية في دربين أنا شخصيا لا أتخوف عليك بهما، لأنهما دربان مؤنسان ودربان مئناسان أيضا من أجلنا، من أجل أن تقدمي قصيدة نحن نحبها وأن تقدمي أيضا لوحة نحن يعني نقف أمامها باحترام وبإجلال. شكرا على هذا اللقاء، وأتمنى أن نلتقي في مرات قادمة. وبعد أيها الكرام، هذه تحية المحبة وتحية الشوق لحضراتكم، ولهذا التلبث ربما كان طويلا في هذه الحلقة أمام هذه التجربة، أمام هذه الموهبة التي تفرعت إلى فرعين. عادة الأشجار هي التي تفعل مثل هذا إلى الفن الشعري الجميل أيضا، يعني الذي فيه أيضا هذا الحضور وهذه المكانة، وأيضا إلى هذا الفرع الآخر الذي هو له علاقة بالفن التشكيلي، الكتل وهذه الأشياء، الرؤى والأشياء التي يشخصها الفن التشكيلي والتي لا نستطيع أن نلحق بها لكثرتها وتجددها وجمالها. هذه تحية وإلى اللقاء.